هي ارتفاع الحوادث خاطر طرقاتنا مش منظمة. أول باب، ثاني باب سيارات أكثر من الكراهب، فهمني خويا، وقلة الاحترام. أنا مثلا نعيش البرة ما عندناش شيء هذا، كي نهبط لتونس نتفاجأ. أنا نعيش البرة، أنا توانسة غادي منظمين، غادي مش كيما لهنا منظمين. تونسي تلقاه مستوي، إذا كان مستويوش في العام الأول في العام الثاني في 5 سنين، العام العاشر تلقاه مستوي، كي تهبط شهريته يخلص لي زامبو نتاعو، يخلص أموره، ما تلقاش عنده، فهمني، خاطر ما يحبش يخلص، يكلموا عارفه يقصوله ديريكت، عنده نفقة ما حبش يخلص يقصوله ديريكت، شعمل مس صاحبه يزمو يخلص، فهمتني؟ بالطبيعة بالطبيعة هذا شيء بشي في دمنا، هذا شيء في دمنا، خاطر هنا ملي تهبط بريسك من الديوانة تشوف العوج، تشوف الواحد، تشوف اللي تولي معوج، أي فهمتني؟ توا أنت تهبط بسيارتك تحط كرامتك وين يجي، بينما غادي لا، مكتوب كي تدخل المدينة مكتوب كل باركينغ قداش فيه من بلاصة فارغة خضراء، فهمتني؟ تلقى فيه بلاكة حمراء قداش من بلاصة أوكيبي. وين تحب تحط كرامتك؟ وتحط كرامتك ترجع تلقى كرامتك، ما تلقاهاش ناقصة ولا ملموسة ولا خاطر كلها بالكاميرا غادي. فوالا، إيه على خاطر ثم الخلعة وثم السرقة وثم فهمتني؟ ثم الأمور هذه موجودة. العوج من الديوانة وأنت ماشي، معناتها حاجة صغيرة كبروها، هو واش حاجته ومصلحته، فهمتني؟ ايه تمشي ريستوران، تمشي لاي بلاصة تلقى كان فهمتني، كل واحد يخدم النفس، ثم حتى حد يخدم الوطن. انت جيتني انا نعتبرك تقول لي صباح الخير، انا نعتبرك كليون. صباح الخير هذه كيفاش نستثمرها؟ فهمتني؟ قبل كنت تقعد في اي قهوة يجيب لك الكابوسا بتاعك ويجيب لك معك كاس ماء وصندرية نظيفة. توا هو يصور في الملايين، ربي يزيده، اما على الاقل اصرف 1% من بدل الصندريات، بدل الطاوله، بدل الكراسي، بدل جيب ناس تنظف، جيب، فهمتني؟ بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور، هي توا تونس مجبوره باش تاخذ القوانين من سويسرا، خاطر هما عندهم تجربه في القانون. سويسرا عمرها 800 سنه، ملي يفكروا باش يعملوا البالي فيديرال ويعملوا السياسه ويعملوا ويعملوا ويعملوا، فهمتني؟ احنا مازلنا ما وصلناش للنقطه هذيك. تسمع به المثل يعمل الحصيره قبل ما يبني الجامع، كيف احنا توا داخلين في نهج كيك، فهمتني؟ والله توا كي يتبدل نهج، كي يتبدل حاجه مش مشكل تتصلح، اما العباد ما تبدلش، العباد كي تتبدل ما تصلحش. ترى هيجا صلح لي بشر، ما تنجمش 20 سنة هو ولا 10 سنين ماشي في نهج تاع سرقة ونهب و و و و و و، يقعد في الشيء هذاك بشي في دمه، من بعد يعطيه لولده، ولده يعطيه لولد ولده، معناتها كأنك باش تقلع زرسة، فهمتني؟ ما تنجمش تصلح، تنجمش تصلح. ثم ناس فولونتي تحب تتصلح، وثم ناس تحب تخدم، وثم ناس، لكن ثم عباد ما ريت الحديد كيما الحديد ما يتعوش، فهمتني؟ بالطبيعة بالطبيعة القانون يطبق وحده، يخرج تسمع به الناس الكل في الإعلام الكل يحكي عليه، فيه البوزيتيف فيه النيجاتيف، وأنت حر. إذا كنت تتعدى على القانون، القانون، فهمتني ولا لا؟ مش واجب برك، انت اوبليجي. انا قلت لك انا تخالف بكرهبتك ولا بلسانك ولا بنظرتك ولا بفكرتك ولا اوب، تجيك الديريكت مو، تجيك الخطيه ما عندك وين تهرب، الناس كل نيميروتي غادي. في تونس مازلنا ما وصلناش للسيستم هذاك، احنا مازلنا نفكروا، احنا مازلنا ما وصلناش. ان شاء الله ان شاء الله في 20 سنه تجي جينيراسيون تخمم ويبداو بشوي بشوي يصلحوا البلاد، واحنا نولوا الناس كبار، اه نولوا باهتين. كيفاش معناتها؟ والله من التعليم والاسره.
تعليم الأسرة، يجب قوانين المرأة والراجل كيف كيف، يجب قانون الطفل يبدأ هو الأولاني. علاش الطفل؟ الطفل كي تنظر له ثم نظرتين، نجم تنظر له الطفل معناتها عندنا برشا صغار هم يكوروا في الحوم وشادين الخاوي واحد كل شيء. الطفل يلزم الصغرى تنتج معناتها تنظر له كمنتوج باش كي يكبر يولي ينتج لك في إدارة في أي حاجة، حتى يكنس في الشارع. احنا غادي في سويسرا عندنا اللي يكنس في الشارع تقع حد سيجاريوس لهنا، السيجارو لهنا يمكن لهنا يسوى 80 دينار سيجارو، فهمتي؟ ويخنس يقوم بواجب ويخلي البلاصه نظيفه، بعد نص النهار بالضبط لا قبل لا بعد يمشي يعمل بوز بتاعه ويفطر وبعد يرجع لخدمته ماضي ساعه، لو راه شيفان لو راه شكون شاد السلاح لحد شيء. ضمير يعطيك الصح. علاش؟ خاطر هو عملوا له ستاج وقرا وتنظم وكبر وقالوا له راي صنعتك هي المصلحه، فهمتني؟ يحترمك المصلحه هذيك وعرفوا زاد يعطيه اللباس بتاعه، فهمتني؟ وناس منظمه حاسين وناس منظمه وعندها 800 سنه وهي قاعده تنظم مش وصلت للشيء هذاك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا راه برشا ناس بوزيتيف تو، كيما نطلع في تاكسي نلقى ناس بوزيتيف، نلقى ناس اللي الضمير بتاعها مش منحط، فهمتني ولا تو اهبط من العوينه، فهمتني ولا لا؟ التاكسيس داربيه 4 دورات زايدين، اي تو باش ياخذ 2000 فرنك زايدين. انا باش نقعد نتنرفز معاه ونكسر في راسي وهبطني و و و و و على 2000 فرنك انا ما نكسرش راسي وانا اما نعرف البلاد، عارف بيك خرجت من دارنا نعرف اللي كلها سراق كلها تخدم في مخ، فهمتني؟ باش يقولوا ولا فا نقولوا ربي يهدي ربي يهدي وكهو، ما عندك ما تقول.